احنا كنا في عندنا المبدأ الأخير اللي تكلمنا عنه اللي هو مبدأ conservation of energy. وكنا conservation of energy بيطلب منا ان نضع الwork done against the potential energy والwork done against the kinetic energy. ومنه أخذنا conservation of energy. الآن في حاجة ثانية جديدة اللي هي إذا كان عندنا conservation of energy وكذلك عندنا conservation of force, يعني عاملين conservation of energy وعندنا conservative force زي الديناميكا الفضائية, في هذه الحالة نقدر نطبق مبدأين. المبدأ الأول اللي هو principle of conservation of angular momentum إضافة إلى conservation of energy. واضح شباب؟ في حالة الأقمار الصناعية نقدر نطبق هذول المبدأين. مبدأ الأول اللي هو أخذناه في السابق اللي هو conservative force, فصار عندي principle of conservation of angular momentum اللي أنتم شايفينه هذا, والمبدأ الثاني conservation of energy اللي شرحناه قبل يعني في محاضرات سابقة قليل يعني recently. ولاحظ انت لما نحط الـ principle of conservation of energy T0 half mv squared والـ V0 is equal minus gmm على R, لأنه الـ potential energy للـ space vehicles أو satellites هذه الـ potential energy هي عبارة عن سالب, هذه القيمة هي عبارة عن سالب جي ام ام على ار سكواد. واضح شباب؟ انتبه لهذه, يعني ما هي سالب الا فقط في سبيس داينامكس. واضح شباب؟ انتبهوا, في سبيس داينامكس البوتنشال انرجي الفي هي سالب كوانتيتي, واضح, وغيره ما هي سالب. وحنشوف احنا امثلة على هذا الموضوع. طيب يا شباب, زي الفاي هنا شو بتكون الزاوية المحصورة بين امتداد الراديوس وخط عمال الفلوسيتي اللي احنا ناقشناه في السابق. نعم, اذا كان عمودي. بالضبط, ممتاز. اذا كانت عمودي يعني في حالة اللونش, يعني اذا كانت عمودي هذه الفاي بتكون 90 degrees سواء كان على الأبوغي او الطرف الثاني. ممتاز. طيب يا شباب, طبعا استبقنا في القول الحسام انه اذا كانت عمودي بتكون 90. معنى ذلك اللي بصير عندنا يا شباب, اذا كان عندنا بس معلومات عن الفلوسيتي at the beginning وعندنا radius at the beginning او عندنا بس الفلوسيتي at the beginning اللي هي بسميها الفي ماكس, نستطيع نعمل إذا وجدنا الزاوية كانت at the beginning تساوي 90 degrees نقدر نحل المعادلتين, هذه المعادلة وهذه المعادلة, بحيث أنه نجد ما مجموعه أربع مجاهيل. لاحظ في أنه بنقدر نجد الR minimum والR maximum والV minimum والV maximum. قبل بكينا نعطي الR minimum مع الV minimum ونقول كديش الثانية, بس الآن تقدر تجد أربع مجاهيل وحنشوف أمثلة إن شاء الله فيما بعد. هسا أول مثال عملي أو مثال رقمي على conservation of energy. الآن يا شباب هذا المثال بيقول لي 20 pounds collar, الكولر اللي هي هذه وزنها 20 pounds slides without friction. خلينا ننتبه لبعض العبارات as we go along, يعني as we read along, وأتمنى عليكم قراءتكم للأسئلة تكون مهنية بحيث أنك تنتبه لبعض الكلمات اللي احنا بتكرر وإلها معنى مهم بالنسبة لنا. فبقول لي 20 pounds color slides without friction, لو كان friction في أنا قوة معاكسة, بس بدنا ننتبه. Along a vertical rod as shown, يعني هذا الكولر بتتحرك على هذا العمود, العمود اللي بشكل عمودي كما هو مبين.
The spring attached to the collar has an undeflected length of 4 inches. انتبه لهذه الكلمة undeflected length. يعني أنا ربما يسأل الواحد شو معنى undeflected length اللي هو اللي هو الطول الأصلي للزنبرك اللي هو له مضغوط وله مشدود الطول الأصلي يعني ما فيش ال undeflected length 4 إنش للزنبرك يعني إحنا الكولا هذه متصلة بهذا البين سبورت عن طريق الزنبرك هذا اللي طوله الأصلي 4 إنش واضح والآن الوضع هذا أفقي وهذا عمودي بمعنى إنه هذا المثلث اللي إحنا شايفينه مثلث قائم الزاوية طيب يا شباب وبكل إنه الزنبرك إله معامل مروني أعطاني as 3 pounds per inches إحنا عادة بالأسعار يونتس شو بتكون الوحدات المكافئة لهذا كيلو نيوتنز per meter أو نيوتنز per meter طيب شباب if the color is released from rest وهذا كمان كنا عنه لازم نقرأ ونفهم شو معناه if the color is released from rest from position 1 determine the velocity after it has moved 6 inches to position 2 يعني أسقطناها إسقاط من position 1 كان سرعتها equal 0 ووصلت إلى position 2 بدنا نشوف كديش السرعة هنا شباب ونستخدم conservation of conservation of energy لهذا المكان بس بدك تنتبه إنه conservation of energy بدك تنتبه ل العنصر اللي هي يمثل البوتنشال انرجي لان البوتنشال انرجي ما هي بس طاقة وضع البوتنشال انرجي يمكن تكون ايش طاقة زنبرك فمهم جدا ننتبه لهذا خلينا نشوف بعض زي ما قلنا لكم apply principle of conservation elastic gravitation and potential الان في عنا elastic gravitational potential energy واضح والpotential energy بيتطلب منا نحدد وين الديتم يعني منين انا بدي احدد الديتم هاي راح يكون الديتم هنا ولا اي مكان ثاني راح نشوف هسه شوية وبعدين نحل المعادلة خلينا نشوف اول مبدأ انه نشوف لـ position 1 احنا بنقول يا شباب انه conservation of angular momentum conservation of energy يعني بدي اطبق المبدا اللي هو T1 plus V1 equals T2 plus V2 وكل واحد منهم هذا له معنى فهسه لو بكون ال V هذه ال V خلينا نحطها بهذا المكان ال V دائما بيساوي ال V G زائد ال V capital G زائد ال V E واضح خلينا كل واحد منهم ال V G هذه gravitational potential اللي هي طاقة الوضع اللي احنا بنعرفها ال VG هذه space gravitational potential اللي في الفضاء وال VE عندنا عنصرين لل V اللي هو عنصر gravitational potential وال elastic potential فاحنا بدنا الآن ندور على potential energy لكل واحد فيهم بهذا العنصرين يعني ندور على فخلينا نشوف ال VE at position 1 ايش ال elastic potential energy لا ال position 1 لاحظ ان الزنبرك كان احنا كنا في السؤال طول الزنبرك الاصلي كم 4 انشز والان في الوضع الوضع اللي هو فيه الان الوضع الاول ما عنده مشدود معناته في elastic energy stored شو بتساوي حسب ما احنا مرينا عليه يساوي half times k times x squared والx هي قديش قيمة الشد يعني قديش يعني elongation فإحنا كنا الكي يساوي 3 pounds per inches و
قديش هذا 8 inches minus 4 inches اللي هي قديش قيمة الاكس. هذه قيمة الاكس على شباب اكس سكوير، فصار عندي قديش ال VE. طيب تفضل. ال VG الان احنا خلينا شوي ال VG كنا بيتطلب انه نثبت الديتم. هلا الديتم اللي احنا بدنا اياه هو عامل لي اياه بمر في نقطة ثابتة اللي هي نقطة التثبيت للزنبرك، وحطنا خط مستقيم على امتداد نقطة التثبيت. هل هذا يجب ان يكون ولا احنا بنقدر نفترض اي نقطة اخرى؟ شو رايكم؟ يعني لازم اخذ الديتم هون ولا يمكن اخذ الديتم هون؟ اختيار الديتم كنا arbitrary. بمعنى ايش arbitrary؟ اختياري، انت بتختاره على اساسه بتحسب قديش قيمة البوتنشال انرجي للجميع، مش بس يعني ما بيجوز انه نحط مثلا الديتم لهذا الوضع، الوضع الاول نحط الديتم بهذا الوضع والوضع وبعدين نغيره وننقله. بالسؤال لازم يكون الديتم هو واحد، واضح؟ يعني في واحد يمكن يقول لي انا بدي الديتم في يعني على مستوى الافقي لاخفض نقطه وصلها الجسم، ما هو غلط. بامكانك تعمل السؤال بكل يعني بشكل صحيح اذا اخذت الديتم بحيث انه يكون موازي للمكان اللي اخفض يعني نقطه ممكن تكون. على كل حال احنا اخذنا الديتم هون، وبما انه الجسم على الديتم زي ما حكى زميلكم انه بصير عندنا الفي جي از ايكوال زيرو لانه على الديتم، واضح؟ فصار عندي الان الفي 1 مجموع البوتنشال انرجي في اي بلس في جي، الفي اي اللي احنا حسبناها 24 والفي جي از ايكوال زيرو، فهذا مجموع البوتنشال انرجي ات بوزيشن 1. كمان الكينيتيك انرجي ات بوزيشن 1 از ايكوال زيرو. ليش؟ لانه احنا كنا انيشالي ات ريست. طيب هسه ننتقل لبوزيشن 2. بوزيشن 2 كذلك بدنا نفس الشيء، ننتبه لبوتنشال انرجي بنوعيها وثم نجد قديش الكينيتيك انرجي. البوزيشن انرجي ات ذس بوزيشن بدنا نشوف قديش طول الزنبرك مشان نشوف قديش الشد في الزنبرك، واضح؟ لانه الزنبرك انشد لما وصل لهذه النقطه زاد الشد، فبدنا نشوف الطول الطول هذا. هذه العشره ما كانت موجوده بس بنجدها عن طريق الجيومتري، انه عندنا مثلث قائم الزاويه عن طريق نظريه بايثاغورس، عندنا 8 squared plus 6 squared equals l squared، تطلع عندي l is equals 10. طيب يا شباب واضح كيف وجدنا العشرة هذه؟ هذه ما كانت موجودة، نحسبها عن طريق نظرية بايثاغورس، فوجدناها is equal to 10 squared. فمعنى ذلك إنه الزنبرك في هذه الحالة مشدود بقيمة 10 minus 4 6 inches. فبصير عندي ال VE is equal half times K X2 squared، نفس الشيء هذه ال K وهذه قيمة ال X في الوضع الثاني، واضح شباب؟ فصار عندي الآن إمكانية أني أجد قديش قيمة الـ VE. طيب الـ VG لاحظ الجسم تحت الديتم، الـ VG لاحظ الـ VG إحنا نعرف أنها W times Y، ولاحظ قديش الـ Y. ليش حطينا الـ Y minus 6؟ لأنها تحت الديتم، وهذا دائما بيكون الحال، يعني ما راح نغير، فانتبه لهذه الامور. فصارت ماينس 6، فصار عندي هذه القيمه تبعتها سالبه ولازم نحملها كسالبه. طيب الان صار عندي مجموع البوتنشال انرجي ات بوزيشن 2 از ايكوال في اي بلس في جي اللي هي 54، اللي احنا وجدناها الفي اي 54 والفي جي از ايكوال ماينس 20، ولاحظ انها كانت تحمل علامه سالبه، ما مشكله. طيب يا شباب الان بنضع T، طبعا الكينيتيك انرجي ات بوزيشن 2 از ايكوال هاف تايمز ام في سكويرد، واحنا بدنا الفيلوسيتي لذلك ما بنقدر نجد قديش قيمتها كينيتيك انرجي. طيب يا شباب ولاحظ انت الان اذا بنضع
مجموع القيم هذه مع بعض ومجموع القيم هذه مع بعض بيعطيني قديش. طبعا المجموع انا اقصد انا اسف المفروض تكون مش المجموع، المجموع بيصل من هون لنشوف بس نحدد المكان، يعني المجموع بمعنى هذول مع بعض وعندنا هذول مع بعض. الان لما نضعهم مع بعض فيطلع عندي المعادله فيها مجهول واحد اللي هو ايش؟ مجهول اللي احنا بدنا منه نجد قديش الفيلوسيتي. لاحظ فعندنا بس مجهول واحد اللي هو الفيلوسيتي زي ما انتم شايفين، وبدنا نجد الفيلوسيتي. الان ننطلق للسؤال الثاني، الان بدنا نعطيكم ليواي يعني نسمح بهذا الامر. نجيب السؤال هذا، السؤال هذا اهميته في استنتاجاته، فخلينا نقراه برويه ونشوف يعني الاستنتاجات اللي بنحصل عليها من قراءه السؤال. السؤال هذا لعبي لكن يمكن تطبيقه على شكل بحجم اكبر من هذا، يعني بس يمكن تطبيقه بشكل يعني فول سكيل، بس هو موديل وبكل 0.5 باوند بيلت. هذا البيلت يعني الجسم 0.5 اللي هو وزنها 0.5 باوند بيلت شباب is pushed against the spring and released from rest at A. ايش عملنا يعني؟ ان احنا شدناها بعكس الزنبرك وفي عندنا locking mechanism، يعني بعد ما شدناها لقيمة معينة بعدها منثبتها في تثبيت، في مكان تثبيت بنثبت من هذه بنثبتها بعد ما نضغط الزنبرك، يعني يمكن الزنبرك يكون مضغوط لهذه القيمة. طيب شباب بعدها بنثبتها neglecting friction، ما في عنده friction وهذا يمكن يتغير. determine the smallest deflection، لاحظ بكل determine the smallest deflection of the spring، يعني قديش قيمة الديفلكشن، الأقل قيمة للديفلكشن اللي بضغط فيها الزنبرك for which the pellet will travel around the loop and remain in contact. قديش القيمة الصغرى، أصغر قيمة بإمكاني أضغط الزنبرك فيها بحيث تكون كافية. طبعا شو بكافي؟ احنا نتكلم عن طاقة الآن، بحيث يكون الطاقة المخزونة في الزنبرك كافية انها تدفع البلت بحيث انه ما يفقد تماسه مع اللوب، يظل يعني عامل توتش مع اللوب ما ينزل. طبعا هي اخطر نقطة، وينها النقطة؟ عند نقطة دي، هذه النقطة اخطر نقطة، نقطة الحمراء. طيب شباب يعني احنا لو نصور انه هذا رولر كوستا واحنا قاعدين هنا ولما نطلع شو بصير فينا؟ ايوه ما بدناش هذا يصير، بعدين عادي. فاحنا بدنا يعني نكون امينين، يعني بدك نفس القصه اللي عملناها قبل في الرولر كوستا السابق، انه بدنا البودي اوف ذا كار تستاي ان كونتاكت. طيب وهذا مهم الفهم، احنا صح يعني يمكن بس هذا فهم مهم. فاحنا بدنا لاحظ في عندي الان طاقة مخزونة في الزنبرك، هذه الطاقة بدها تكون كافية انها تدفع هذا البلت بحيث انه يدور حول اللوب هذا ويخرج من هذا المخرج. طيب شباب شو رأيكم شو نعمل؟ بدنا نطبق مبدأ الconservation of energy، بس يعني ما لأنه ما عندنا friction، وهذا من أساسيات العمل في الconservation of energy، إنه ما عندك friction في you are free to use اللي هي زي ما كنا بدنا T1 plus V1 equals T2
طيب شباب هذا بدنا نطبقه هنا at position 1 خلينا نقول هذا position 1 والنقطة الثانية position 2 وينه؟ عند D ويقول هذا position 2. طيب شباب ما بيعنيني أنا يكون هنا ولا أي مكان ثاني. طب معطيني radius لهذا اللوب is 2 feet. طيب شباب فاحنا شو اللي بدنا نعمل؟ بدنا نشوف قديش الكينيتيك انرجي هون قديش؟ قديش الكينيتيك انرجي هون شباب؟ ليش؟ ممتاز. وقديش الكينيتيك انرجي هون؟ لا تساوي صفر. half mv لازم يكون في سرعة. بدناش يتوقف. اه؟ بدنا يظل موجود. طيب الهون قديش البوتنشال انرجي؟ كم نوع من البوتنشال انرجي احنا بنتفاعل معه؟ نوعين. النوع الاول شو هو؟ اللي هو جرافيتيشنال بوتنشال اللي بيعتمد على الوزن وارتفاع الجسم من الديتم. معنى ذلك بدنا ديتم. شو رايكم الديتم وين ناخذه؟ على مستوى هذا مستوى ممكن هذا نكون هذا الديتم. هذا بكون الديتم على مستوى الارض. طيب اذا كان المستوى الديتم هون قديش البوتنشال انرجي للجسم في حاله البوزيشن 1؟ الجرافيتيشنال بوتنشال ات بوزيشن 1 قديش راح يكون؟ زيرو لانه على الديتم. بظل عندي البوتنشال للالاستيك بوتنشال اللي هو ايش يساوي؟ هاف كي تايمز اكس سكوير. فانا الان لاحظ تقريبا خلصت كل ما يتطلب مني في at position 1. نعرف انه الكينيتيك انرجي is equal 0. البوتنشال انرجي الجرافيتيشنال بوتنشال 0 وهذيك يساوي half kx squared. واضح؟ طيب وال position 2 كنا في عندنا elastic potential؟ اه ما في عندنا زومبرك هنا. فالالاستيك بوتنشال مش موجود. شو بظل عندي بس؟ gravitational potential قديش قيمتها؟ اللي هي الوزن ضرب قديش قديش الارتفاع؟ 4 فوت لانه عندنا الارتفاع يساوي same diameter of the loop. معناته في عندنا الوزن ضرب الارتفاع حتى صار عندي ال VG وال V is equal 0 وال kinetic energy half mv squared ما بعرفها. فصار عندي هنا الاكس مش معروفة هنا الفي مش معروفة صح ولا لا؟ طب كيف بدي احل المعادلة؟ انا عندي معادلة واحدة. احنا كنا هنا خلينا لو بدنا بس نوضح هون احنا كنا هذا half k x squared صح ولا لا؟ وهنا شو بتساوي؟ كنا يساوي ال t is equal half mv squared plus شو كنا ال v ال w يعني 4 times w صح ولا لا؟ هذه ال w معروفة هذا معروف هذه مجهول وهذا مجهول فعندي معادلة واحدة مجهولين كيف بدي احل؟ ما بقدرش احل. وشو اعمل؟ نجد معادلة ثانية منين؟ كينيتيك مين ها؟ مين بيعمل سجستشن؟ كينيتيك انرجي اخذناها في عين الاعتبار. ها؟ كيف يعني؟ نعم شباب احنا اهم شيء اذا ما عرفنا انت هذا everything you want to do with conservation of energy is on the board. You need to use something else, and that is to do with Newton's law. Newton's law, لما يكون الجسم هون بدنا نشوف نعمل free body diagram. والfree body diagram في هذا position بيكون عندي الوزن لتحت وعندي N. وعندي mass times acceleration يعني هذا يعني نحن حسب نيوتنز لو بنقول summation of forces
equals mass times AN. ليش AN استخدمناها؟ عمودي وهي باتجاه المركز. طيب الاف خلينا نقول لانه باتجاه المركز لاسفل، يعني بصير عندي W minus N equals W على G times ال AN قديش؟ squared over R. قديش ال R؟ طيب كيف بدي احل المعادله هذه؟ انا لاحظ يعني شو المجهول في المعادله هذه؟ ما فيش عندي. في الان مين اللي حكى ما فيش ان؟ ما في ان هنا، ليش ما فيش ان؟ لانه يا شباب احنا بنتكلم عن الكريتيكال ستيج. الكريتيكال ستيج is when the body is about to leave, when the body is about to lose touch. هو لسه مش ساقط بس على وشك السقوط، زي ما قلنا لكم في السابق. اذا كان هذا الجسم على الطاولة في وزن وفي رد فعل متساويات، انا بدي ارفعه على وشك اني ارفعه عن الطاولة بيكون رد الفعل صفر، لانه انا حملت الجسم تقريبا، فبيكون رد الفعل صفر. وهنا ال W بظل موجود بس هذه القيمة تتحول إلى زيرو لأنه ما في رد فعل، وهذه هي الـ critical stage. وهنا الفهم اللي احنا بنقول لكم عنه، لازم نحاول نفسر بعض الأمور بطريقة يعني المهندس غير المهندس ما بيقدر يفسرها، أنت كمهندس بدك تفسرها. نعم؟ احنا كنا إنه في حالة في الحالة الـ critical stage، في الـ critical stage يعني بتكون ال N على وشك الصفر. ليش N على وشك الصفر؟ لأن الجسم على وشك السقوط، هو يعني ما بسقوط لحظياً على وشك السقوط. بمعنى بتكون يعني تصور إن الجسم هذا هو التراك والجسم هكذا، والجسم بده يسقط، كداش رد الفعل بينهم؟ بكون صفر. أنا إذا أجري على الأرض وبدي أرفعها، إذا ما زالت تجري على الأرض وأنا متكز عليها في وزن وفي رد فعل، بدي أرفع أجري عن الأرض، كداش رد الفعل بيكون عن الأرض؟ صفر. واضح؟ هذه واضحة الصورة. الآن؟ لا، الآن هو إحنا بنقول رد كداش رد فعل، إحنا بنتكلم عن البلت نفسه. فاحنا بدنا نعمل فري بودي دايجرام للبلت، القوة التي تؤثر على البلت. فاحنا بنتكلم عن ضغط التراك على البلت. البلت بيضغط كمان على التراك. انا لو هسه بدي اعمل فري بودي دايجرام للتراك، الان بتكون ماشي، بتكون الان لتحت. بس انا الان بقول قديش التراك، كيف التراك بيضغط. التراك بيضغط او البلت بيضغط، شو البلت بيضغط على التراك؟ الحالي بتكون صفر. طيب يا شباب اذا كانت الان زيرو فهذه المعادله معناته انا بقدر لاحظ، فصار عندي امكانيه اني get rid of W's، فصار عندي امكانيه اجد velocity، وهذا المجهول المطلوب مني. يعني انا بدي الفيلوسيتي هون، لاحظ إذا كانت الفلوسيتي هذه معروفة بقدر أعوضها، بظل عندي قديش كنت الأكس. طبعاً أنت ما راح يعني تبدأ البداية هذه، يمكن تبدأ البداية إنه نكتب معادلة الطاقة اللي هي T1 plus V1 equal T2 plus V2. شيك؟ بعدين نيجي على الوضع اللي إحنا بنكون فيه عنا مجهولين. شو بدي أعمل مجهولين؟ يعني يكون دائماً تحركك في العمل أو في حل السؤال حسب ما انت بشوف من المعادلات تقدر تحلها وبتقدرش تحلها. طيب يا شباب فاحنا بدينا مباشرة لانه عارفين انه الفيلوسيتي لازم نجدها، فلاحظ انه في هذه الحالة هذا الفري بودي دياجرام ما في عندي ان، الفري بودي دياجرام للجسم في حالة الدي عند النقطة دي، هذه النقطة دي فصار عندي W و M A N، وحطينا المعادلة، ولاحظ من المعادلة صار عندي إمكانية
طبعا الفي ان الجي في حاله الامبيريال يونتس 32.2 في حالتنا احنا يعني ستيك تو 9.81 فصار عندي امكانيه اني اجد قديش الفي الفي دي. الان بقدر اطبق قانون اللي انا بدي اياه اللي هي الكونسرفيشن اوف انرجي برنسبل اوف كونسرفيشن اوف انرجي. لاحظ this is position 1 this is the datum. وجيد يا شباب انكم تكتبوا الداتم على الخط, يعني ما هو من المفيد بمكان انك ترسم الخط وبعدين ما تبينش انه هذا هو الداتم. This is my datum. يعني especially when you do something for the exam very clear. يعني you need to clarify this. فاحنا الان لاحظ at position 1 هاي position 2. فالposition 1 لاحظ حطينا كانه نوعي البوتنشال انرجي موجودات, لكن احنا بنعرف انه ال VG is equal 0. لاحظ هذا ال VG is equal 0 والباقي زي ما كنا. فبظل عندي ال V1 يساوي 18x squared وال T1 is equal 0. والآن at position 2 V2 برضو عندي VE plus VG is equal 0. لاحظ ال VE هنا يساوي 0 لأنه ما عندي إلاستيك, ما عندي زنبرك في المكان هذا. فصار عندي إمكانية أني أجد قديش ال V2 اللي هي W times Y. ال T1 is equal half MV squared. وإحنا الأم هي هذه القيمة الأم, لاحظ أنه الجسم هو 0.5 pounds. فلازم نقسم الوزن على الجي عشان نجد الماس. هذا الام, هذا الام, واضح شباب half mv squared. والفي طبعا اللي وجدناها في السابق اللي هي 64.4. فمن هذه المعادلة يعني بقدر اجد من هذه المعادلة بقدر اعوض. فظل عندي الاكس هو الوحيد اللي بقدر اجده. وجدنا انه الاكس is equal 0.3727 foot. طيب يا شباب يعني بدنا نضغط الزنبرك بما يقارب حوالي 5 inches. الان يا شباب في ان هذا السؤال اللي هو يمكن السؤال الاخير في موضوعنا space dynamics. الان نقرأ السؤال مرة ثانية ونشوف كيف اختلف هذا عن السؤال في الامتحان. السؤال في الامتحان يعني في اشياء ثانيه احنا ما عملناهاش. وبكل يا ساتلايت از لونش ان ذا دايركشن بارالل تو ذا سيرفيس اوف ذا ايرث زي ما كنا نفس السرعه نفس السيرفيس. المشكله الان انه شو المطلوب مني؟ المطلوب مني ديتيرمين ذا ماكسيمم التيتيود. هذا الماكسيمم التيتيود ريتشد باي ذا ساتلايت ونفس المعلومات اللي كناها. طيب شباب بس احنا قبل اعطيناكم ال 1 over r واعطيناكم المعادلة حل المعادلة التفاضلية اللي بتصف او describe this object. الان ما بدنا نستخدم 1 over r, بدنا نستخدم بس conservation of angular momentum و conservation of energy, يعني نحله على مبدأ اخر. فيكون عندك انت you will be spoiled for choices when you do the test. You can use conservation of energy, conservation of angular momentum, and you could use the equation of the profile اللي اعطيناكم اياها في الامتحان. طيب شباب ولاحظ كمان هذه المعلومه, يعني انا الحقيقه تفاجأت انه احنا لما كنا جي ام از ايكوالز تو جي تايمز ار سكواد واعطيناكم الار, الار از ايكوال 6370 ومع هذا في اخطاء. يعني كل الجي 9.81, هذه 9.81 معروفه, والار بدك تحولها لمترز وتضربها في جي, فصار عندك الجي ام اللي احنا بدنا نستخدمها في المعادله. طيب شباب الان بقول لي اوجد الماكسيمم التيتيود, والماكسيمم التيتيود لازم تنقص منه radius of the earth. اكل حال خلينا نشوف بدنا نستخدم كنا conservation of angular momentum and conservation of energy. لاحظ في بداية الامر نستخدم conservation of energy اللي هي نستخدم هذا A, يعني اذا كانت هذه A او هو محطوط معي A و A dash, sorry well, we don't need to repeat هذه ال A وهذه ال A dash.
طبعا هنا الفاي قديش قيمة الفاي هون؟ فاي زيرو قديش قيمتها؟ 90 degrees. وهنا وهنا قيمة الفاي الثانية. هاي فاي تيرو برضه از ايكوال زيرو 90. هذه الفاي. فصار عندنا الأول أول يعني تطبيق على conservation of energy. ولاحظ يا شباب السالب هون. السالب in front of the term which describes the potential energy. السالب بس في حالة الفضاء. فاحنا لو بنطبق هذا معطي معانا السرعة هون معطيه معانا بدنا نحولها بس إلى meters per second. ما بيقدروا نعمل الكلام على كيلومترز بير اور. وبعدين بنستخدم الكونسرفيشن اوف انجلر مومنتوم اللي هي R0 M0. طبعا الام بتروح مع الام. الام كانسل. فبصير عندي ال R V1 is equal V0 times R0 على R1. طيب شباب شو المجهول اللي هنا موجود عندنا؟ هنا في هذه المعادلة شو المجاهيل؟ ال V0 معروفة؟ وال R0 معروفة؟ ال R1 لا، يعني عندنا مجهولين هنا. عندنا مجهولين، عندنا ال V1 وعندنا ال R1. الحقيقة هذا السؤال بتقدر تحله مش مشان بس تجد قديش الماكسيمم التيتيود، بتقدر تجد قديش الفيلوسيتي كذلك في هذاك المكان. طيب يا شباب، طيب المعادلة هذه، خلينا نشوف المعادلة الأولى، كم مجهول فيها المعادلة الأولى؟ يعني هذا مجهول، هل هذا مجهول؟ طبعا الام بتروح لكل واحد فيهم، يعني احنا هذا الام، ما هذا الام، ما هذا الام، ما هذا الام، الام مش بحاجه ننتبه لها. الفي في زيرو معطيه معنا. الجي ام هذه الكيمي معطيه ولا مش معطيه معنا؟ جي ار سكويرد، يعني يو كان فايند اوت هاو ماتش از ذات. يعني هذا الطرف اللي على الشمال الايكوال كله معروف ماشي. طيب وهنا شو اللي مش معروف؟ ال V1 والR1. يعني عندنا مجهولين في المعادلة الأولى، وعندنا كم مجهول في المعادلة الثانية؟ برضه مجهولين. عندنا معادلتين مجهولين، نقدر نحل ولا لا؟ يعني you're genius mathematicians فأنت you can do it، لأنه عندنا مجهولين في كل معادلة. طبعا أنت أنا يعني الحل الموجود أمامنا اللي combining both of them. لاحظ اللي احنا تخلصنا من ال V1، ال V1 يعني عوضنا ال V1 in terms of R1، فصار عندي المعادلة هذه كله بس in terms of R1. هاي R1، هاي R1، هذه R1، المعادلة كلها in terms of R1. طيب شباب تعويض القيم بتركوا لكم ان شاء الله. تعويض القيم لازم بس تنتبه للقيم، انك تحول الكيلومترز لمترز. طيب شباب لانه عندنا ال G is equal 9.81، بعد تعويض القيم نجد ال R1 is equal 60.4 times 10 to the power of 6. بس عندي نقطة يا شباب بسيطة بدي احكي لكم اياها، انه انت لما تتعامل مع الارقام الحقيقة انت اكثر الناس خبرة في الرقم. ما احد واحد يقول لك الرقم هذا مش معقول ولا معقول، يعني لازم we have to apply sense logic منطق. إذا رقم أجاني واحد بيقول لي المسافة بين النقطة هذه والنقطة هذه is equal 5 times 10 to the power of minus 4، في شيء غلط، صح ولا لا؟ يعني في شيء غلط. احنا لازم نكون خبراء في بعض المجالات، مش خبراء احنا في الطب ولا في، لكن بالهندسة لازم نكون خبراء، في الأرقام لازم نكون أكثر وأكثر. شكرا لكم يا شباب، حياكم الله، السلام عليكم.